كثير بيتواصلون معاهم دائما، وهذا الشيء اللي يسعدنا. إن العلاقات البحرينية المصرية هي علاقات أخوية تخدم مصالح الشعبين الشقيقين وتحقق الطموحات المشتركة بما يعود على المنطقة بالنفع ويعزز فرص السلام والاستقرار والمصالح والأبعاد السياسية والثقة المتبادلة بين المملكة البحرين ومصر. فنبيلات هذه العلاقة العميقة بناها وشكلها زعماء هذين البلدين الشقيقين باتفاقيات والاتفاقيات العديدة في مجالات جميع من أبرزها المجال العسكري والأمني والثقافي والاقتصادي، كما يشارك البلدان في تحالفات سياسية هامة من أبرزها وثاق الجامعة الدول العربية التي تحتضنها جمهورية مصر العربية على أرضها، والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، والموقف التاريخي تجاه العديد من القضايا العربية. العلاقات البحرينية المصرية لها أهمية خاصة على المستويات كافة، خصوصاً على شمول البلدان الشقيقان من تعاون ثابت وتنسيق مشترك في جميع المجالات التنموية. إن عمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية الشقيقة وما تتميز به من خصوصية نابعة من الحرص الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.